شطارة، مسمار في إيده في إيده، سايب علامة علامة، خشبة ودمه سلم منها ياما، في دق إلهي صلب وقيامة، وهو ده الإنجيل، ده أحلى بشارة. صباح الخير حبايبي الحلوين، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات عمو بشاره، حلقاتنا المميزه في الهواء الطلق والجو الجميل، ومعانا اصحابنا وحبايبنا موجودين، هنتسابق سوا ونسمع حدوته جميله. اهلا بيك يا انكل مايكل. عمو بشاره اهلا بيك، وانا بكل اصحابنا الموجودين معانا النهارده. حلقه مختلفه جميله كالعاده، بنطلع في اجواء مختلفه وجميله لسه في الصيف، وكمان معانا بسين وكده اشجار وحاجات بسيطة طبيعية جميلة بنفرح جدا بيها، وأجواء الطبيعة الجميلة. أهلا بيكم صحابنا اللي بتتفرجوا علينا، بتتفرجوا على حلقة مميزة مع عمو بشارة في قصة برضو بشكل مختلف في أجواء زي ما مختلفة. أفهم من كده إنكم عايزين تسمعوا حدوتة؟ بجد؟ طيب أنا هحكي لكم النهاردة حدوتة يا أولاد من الكتاب المقدس، من العهد القديم، وبالتحديد في ملوك الأول إصحاح 17. زمان قوي يا أولاد جت فترة ما كانش فيها مطر بينزل خالص، فترة طويلة قوي، وطبعا احنا عارفين أهمية المطر لحياتنا، يعني مفيش مية الناس تشرب، مفيش مية الناس تزرع، ويزرعوا القمح اللي بيطحن ونعمل منه الدقيق عشان نعمل منه العيش والكعك والفطيرة والحاجات اللي بناكلها دي كلها، مفيش كمان مية علشان نروي الأشجار اللي بناخد منها الثمار، مفيش مية علشان حتى الحيوانات اللي في الغيط تشرب. كانت حياة صعبة جدا، وكانوا الناس يعني مش لاقيين ياكلوا. في الفترة دي كان في إيليا النبي. إيليا النبي طبعا متهيألي كلنا عارفينه، كان رجل صالح وشخصية محبوبة جدا، وكل الناس بتحبه، وهو بيحب ربنا علشان بيطيعه جدا، وبالتالي ربنا حبه جدا وكان بيكلمه. مش بس كده، ده اداله موهبة كمان انه يتنبأ. عارفين يعني ايه يتنبأ يا اولاد؟ يعني يعرف الحاجة قبل ما تحصل، وطبعا ده بإرشاد ربنا. في يوم من الايام امر ربنا ايليا انه يروح لبلدة اسمها صرفة صيدا، قال له هتروح هناك وهتلاقي في المدينة دي ست أرملة هي اللي هتعولك. طبعا احنا عارفين ان إيليا النبي مطيع، هيسمع كلام ربنا ولا مش هيسمع؟ بالظبط كده. خد بعضه وراح على مدينة صرفة صيدا. بمجرد ما دخل المدينة لقى ست بتلم عيدان القش، فطلب منها مية علشان يشرب. قال لها لو سمحتي عايز إناء كده فيه شوية مية أشرب. قالت له حاضر. راح تجيب له المية، قال لها يا ريت وانت راجعة تجيبي لي كسرة خبز معاكي. الست بخجل شديد جدا قالت له بصراحة أنا عندي في كوار الدقيق قد حفن الدقيق كده، وفي كوز الزيت شوية زيت صغيرين، كنت ناوية أعمل بيهم فطيرة أكلها أنا وابني ونستنى الموت بقى، لأن مفيش حاجة تاني ناكلها. إيليا النبي قال لها لا ما تخافيش، خش اعملي لي فطيرة الأول وبعدين هتعملي فطيرة تاني ليكي أنت وابنك، لأن ربنا قال إن كوار الدقيق مش هينقص ولا كوز الزيت هينقص لحد ما تنزل المطر تاني. الست لأنها إيمانها قوي دخلت، قالت ماشي، دخلت تعمل إيه فطيرة لإيليا النبي. خدت شوية الدقيق والزيت وابتدت تعجن الفطيرة،
وبتبص تاني في كوار الدقيق لقيته مليان. بعد ما عملت الفطيره لقليه النبي عملت فطيره تاني ليها ولابنها، لا الدقيق بينقص ولا الزيت بيخلص، لدرجه انهم قعدوا ياكلوا من الزيت بالزيت والدقيق ده فتره طويله قوي هما الثلاثه. استغربت قوي من الموضوع ده، وفضل إليا النبي موجود عندهم. وفي يوم من الايام ابنها تعب ويعني مرض بمرض خطير جدا وما بقاش فيه نفس، يعني مات. جريت على إليا النبي الست وقالت له ابني اتصرف، صلي لربنا ان ابني يرجع تاني، ده اغلى حاجه عندي، انا عايزه ابني. إليا النبي شال الطفل وطلع بيه فوق سطح البيت وصلى لربنا وطلب منه، قال له يا رب رجع نفس الطفل تاني. فعلا ربنا لانه بيحب إليا النبي رجع للولد الروح تاني، وصحي الولد نزل بيه واداه لامه. امه فرحت جدا، وقفت تصلي هي والولد وشكروا ربنا وقالت له انا النهارده يا إليا ادركت انك فعلا رجل الله. لحد كده والحدوته خلصت، انما نتعلم منها حاجات كتير مش كده؟ نتعلم منها ايه يا اولاد؟ نطيع ربنا، دي اول حاجه. إليا كان بيطيع ربنا. نتعلم حاجه مهمه كمان، ان ربنا ما بينساش حد ابدا، لا بينسى حد جعان او عريان، في الوقت المناسب بيبعت له احتياجاته. الست ما كانش عندها دقيق ولا زيت الا شويه صغيرين، ربنا امر إليا النبي انه يروح مخصوص علشان تحصل المعجزه دي ويبقى عندها زيت ودقيق يكفيها هي وابنها لحد ما المطر نزل. نتعلم كمان ان المشاركه، يعني الست ما رفضتش انها تدي لإليا الدقيق والزيت اللي عندها. نفس الحكايه، احنا مع اصحابنا سواء في الكنيسه او المدرسه يكون عندنا محبه، نشارك اصحابنا بالالعاب بتاعتنا. لو في مره معايا حاجه حلوه وصاحبي كده او صاحبتي قالت لي هات حته اديله شوكولاته او اي حاجه، صح؟ ربنا هيبارك وهيزود اللي معانا، مش كده يا اولاد؟ بنتعلم دايما الشكر كمان لربنا على كل حال. بالظبط، لان الايه بتقول شاكرين الله كل حين، تمام؟ شاكرين كل حين، ودي في افسس. عجبتكم الحدوته؟ يعني اتبسطتوا؟ لا، هنتبسط اكتر لسه. عارفين هنتبسط ازاي؟ الانبساط بقى مع انكل مايكل بقى، المسابقات والمعلومات والنشاط عشان كله بيستعد. يا عم بشاره برضه في قصه كده، نقعد يلا نسخن عشان الاسئله، وقت الشقاوه وكل واحد متحمس جدا نجري في مكاننا، نجري في مكاننا بسرعه. ودلوقتي وقت اسئله ومسابقات وحماس جدا من كل اصحابنا الموجودين معانا، كله مستعد، كله مترقب وعايز يشوف اسمه هيطلع في البلوره مع عم بشاره ولا لا. طبعا مسابقتنا كالعاده اثنين متسابقين بيطلعوا يتسالوا سؤال السرعه، منها بنعرف اللي يكسب منهم طبعا هو اللي بيعرف يبتدي معانا المسابقه بتاعتنا، يختار رقم مجموعه من 12 مجموعه بتوعنا ومنها يدخل على الاسئله بتاعتنا. عندنا كام سؤال يا اولاد؟ خمس اسئله في كل مجموعه. اول سؤال مين بيساله؟ سؤال صعب ولا سهل بتاع السمكه؟ سهل. اول سؤال كده يبقى سهل عشان كده يبتدي لنا البدايه الجميله اللي فيها دفعه للامام. بعدها السؤال التاني مين بيساله؟ ارنب الصغير. برضه سهل ها ولا صعب؟ سهل. التالت بقى شقي، يخوف القرد شقي شويه ها. ده التالت. بعدها السؤال الرابع مين بيساله؟ زرافه. رابطه طويله. والسؤال قبل الاخير وسؤالنا الاخير خالص بيكون الاسد. عامل ايه الاسد ده؟ اسمه ايه؟ ملك الغابه. اسمه ايه؟ ملك الغابه. اخر سؤال اللي يكسبه ويكسب معانا مسابقتنا كلها النهارده. مستعدين؟ نشوف اول اسمين هيطلعوا معانا مين؟ يلا يا مشاره بينا نختار اثنين هيشاركوا في سؤال السرعه. فاجئنا كده. وريني الاسم الاولاني. مريم عاطف. مريم اهلا بيك يا مريم. خد المايك واقف جنب انكل مايكل. الاسم الثاني يا مايكل اندرو عماد. اهلا اندرو. واندرو معانا كمان. السؤال بيقول ما هو الشيء الذي اذا ادرت راسه بكى؟ لو دورنا راسه يعيط، واذا ادرته بالعكس يتوقف عن البكاء. يعني لو دورناه هيعيط، لو دورناه الناحيه الثانيه هيبطل يعيط. الإجابة الأولى هي الحنفية، الإجابة الثانية هي الزرافة، الإجابة الثالثة هي الكاميرا. الحنفية.
الحنفيه. الحنفيه اجابه مظبوطه طبعا، برافو عليك. طبعا شاطر جدا اندرو، برافو عليك. طب بسرعه مريم رجعي المايك بتاعك، واندرو لو سمحت اقعد مكانك في مكان المتسابقين. هنسابق. انت هي الحنفيه بتعيط؟ بتعيط، مش بتنزل ميه؟ بس عياطها ايه، غزير صح؟ صح؟ اهلا بيك يا اندرو. انا مبسوط انك جاوبت بسؤال السرعه، يا رب تكمل معانا وتكسب في المسابقه نفسها. يلا مع انكل مايكل بسرعه، اختار رقم مجموع. اندرو متحمس؟ ايوه. هتكسب؟ ان شاء الله. خش بعنف كده. يلا بينا اندرو، عندنا مجموعات كتيره جدا من الاسئله. عندنا كام مجموعه يا اندرو؟ قول لي كام؟ 12. يلا بينا ننزل ال 12 مجموعه بتوعنا. اللي منهم هتختار لي رقم منهم، عندنا من 1 لغايه 12 فعلا. 1. 1 المجموعه الاولى. نبتدي من الاول ها؟ طيب. نبتدي بحماس مع المجموعه الاولى ومع اندرو، ونقول اول سؤال بيساله ال سمكه. ال سمكه. يلا نشوف السمكه تسال اندرو اول سؤال تقول له ايه في المجموعه الاولى. تعالوا نكمل الآية دي مع بعض. لكن في نقط الرب مسرته وفي ناموسه يلهب نهارا وليلا. قانون حياة ناموس. والوقت ابتدى يا اندرو. اندرو معانا 30 ثانية في وقتنا. السؤال الأول دايما بيبقى سهل وهي آية هنكملها. الآية بتقول لكن في نقط الرب مسرته. ناموس. لكن في قانون، في حياة، في ناموس. في ناموس. في ناموس الرب إرادته. ها؟ ده مزمور. واحد. مزمور واحد، برافو عليك. مزمور الاول وايه اتنين. ايه ده مشكوره قوي. تعالوا نسقف عنده جامد قوي قوي قوي، برافو عليك. طبعا مزمور الاول. لكن في ناموس الرب ارادته، في ناموس يلهج نهارا وليلا ويكون كالشجره مهروسه. كلكم عارفين بقيه المزمور وتصلوا بيه وشطار. طيب دلوقتي خلصنا السؤال الاول، سؤال السمكه صح. السؤال التاني مين بيساله؟ قلنا ارنب. كل اجماع على الارنب، الارنب هيسالنا السؤال التاني. تعال نسمع هيقول لنا ايه. يلا يا اندرو نسمع ونشوف. كاهن متنيح كانت كنيسته في منطقه سبورتنج باسكندريه، مين هو؟ القمص ميخائيل ابراهيم، القمص بشوي كامل، القمص ياسا ميخائيل. والوقت ابتدى. القمص ميخائيل ابراهيم، القمص بشوي كامل، القمص ياسا ميخائيل. رقم اللي جاب رقم 2. رقم 2 ابونا بشوي كامل، القمص بشوي كامل. متاكد؟ كان معاصر او متنيح، لكن هو قديس معاصر كلنا بنتشفع بيه في اسكندريه منطقه سبورتنج. مظبوط طبعا ابونا بشوي كامل. عاوز اعمل جامد قوي. اندرو هايل وجاوبت معايا السؤال الثاني، ودلوقتي جاوبنا سؤالين صح. نشجع اندرو قوي قوي دلوقتي، بس لما نشوف هيكمل معانا اندرو ولا هيقع في النص. اندرو بشجعين لك قوي، نفسي تكمل معانا لان انت متشجع واثق من اجاباتك، واثق من نفسك كده. ايوه. وابتديت تقع شويه. لا لسه متحمس. يلا بقى نكمل مع اندرو. سؤالنا الثالث دلوقتي سؤال ايه بقى الشقي ده، القرد. ها تعالوا نشوف القرد يسال اندرو ويقول له ايه. من هو بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل 3 مرات؟ محمود الخطيب، عبد اللطيف ابو هيف، محمد علي كلاي. والوقت ابتدى. سؤالنا بيتكلم على سؤال رياضي جدا، سؤال بيقول بطل العالم في الملاكمة الوزن الثقيل 3 مرات، كسب بطولة العالم 3 مرات. محمود الخطيب، عبد اللطيف ابو هيف، محمد علي كلاي. مين بتاع المصارعه والملاكمه ده؟ محمد علي كلاي. كلنا عارفينه ها، وزن الثقيل. محمد علي كلاي في العالم 3 مرات. محمد علي كلاي. محمد علي كلاي بيقول لنا عنه محمد علي كلاي، واجابته اجابه مظبوطه. صعب قوي 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 جدا، شاطر. اندرو هايل، عايز اشجعك قوي واقول لك ان انت كسبت معانا 3 اسئله، فاضل لنا سؤالين بس ونكسب المسابقه بتاعتنا النهارده. سؤالنا الرابع بقى بتساله لنا الطويله قوي بتاعتنا. زرافه. اسمها ايه؟ زرافه. زرافه دي طويله قوي، الزرافه دي عايزين زرافه صح؟ يلا نشوف الزرافه سؤالها الرابع لاندرو يكون ايه؟ لمين اتقالت ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع املاكك واعطي الفقراء؟ للشاب الغني، ولا القديس الأنبا موسى الأسود،
ولا القديس بولس الرسول؟ الشاب الغني. ابتدى الشاب الغني. قال بسرعه عنده الاجابه الاولى الشاب الغني. طب نقول السؤال تاني اصحابنا حتى اللي في البيت على لو ما كنوش سمعوه كويس. السؤال بيقول: لمن قيلت ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع املاكك واعطي الفقراء. فكرة موجودة في متى، طبعا في متى 19 وآية 21 يتقال كده ان هي اتقالت للشاب الغني ولا القديس الانبا موسى الاسود ولا القديس بولس الرسول؟ اندرو قال الشاب الغني، صح يا اندرو؟ الشاب الغني طبعا الاجابه مظبوطه. عاوز اعرف قوي يا اندرو. وبكده نبقى وصلنا لاخر سؤال في مجموعتنا الاولى مع اندرو، هو سؤال الاسد اللي هو ملك الغابة. يلا نشوف السؤال الأخير وسؤال الأسد ملك الغابة. لو كسب فعلا أندرو آخر سؤال يكسب المجموعة بتاعتنا النهاردة، نشجعه جامد وننبسط جدا بيه. نسمع الأسد يقول له إيه. كم عدد الدوائر في رمز الأولمبياد؟ نضربهم في 12 زائد عدد فريق كرة القدم، يطلعوا كام؟ 47 ولا 71 ولا 82؟ والوقت ابتدى. طبعا الاسئله دي في الاخر بتبقى سؤال مجمع كده عشان نشوف بقى المتسابق بتاعنا شاطر قوي 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 ولا 82. لا 82. السؤال بيقول: كم عدد الدوائر في رمز الاولمبياد؟ 82 نضربه في 12 زائد عدد فريق كره القدم. الاجابات بتاعتنا كانت 47 71 82. قلت لي 82. قول لهم حاجه حاجه يا اندرو. متاكد عارفهم بالتفصيل ولا مش قوي؟ يعني عارف الاولمبياد فيها كام دايره؟ ما انا قلتها كده 82. مش متاكدين قوي بس قلناها كده. انا عارف عدد كره القدم كام. كره القدم 11 لعيب كره القدم. طيب لكن انت مش عارف عدد دوائر الاولمبياد كام يا اندرو، فيعني انت قلت كده بالويم هيبقوا 82. تعالوا نحسب مع بعض ونشوف. طبعا هو قال فريق عدد كره القدم 11، طبعا مظبوط 10 لاعبين زائد الحارس المرمى او الجول، وكده يبقوا 11 لعيب. لكن نشوف بقى بقيه التفاصيل ايه. عدد دوائر رمز الاولمبيات هم 5 دوائر، بنضربهم في 12 هيدوني 60، صح كده؟ يبقى دي الفقره الاولى، زائد 11 نزود عليهم 11، عدد 11 عدد فريق كره القدم هيدونا كام؟ 60 زائد 11 71، صح يا اندرو؟ يبقى اجابتنا 71، للاسف مش 82. اجابه مش مظبوطه. خساره جدا يا اندرو. تعالوا سعد قوي قوي لاندرو لان هو يعني مشترك معانا في المسابقه كلها ووصل لغايه السؤال الاخير، لكن معلش في اسئله بتبقى كده ايه مجمعه او فيها حساب ممكن يبقى وقتنا قليل على الاجابه او ان هو يحسبهم مظبوط. قال لنا 82، الاجابه كانت 71. هارد لك يا اندرو، شاطر خالص. اندرو معلوماته حلوه جدا ووصل للسؤال الخامس يا مايكل. حقيقي انا صار. مبسوط بيه جدا، علشان كده بقول نشجعه مره تانية. برافو يا اندرو. عندنا اسئله تانية كتير وعندنا مسابقين كتير لسه، وعندنا البلوره بتاعت عم بشاره مليانه اسماء كل اصحابنا. نختار اثنين تاني؟ نختار اثنين جداد يا عم بشاره لو سمحت. يلا بينا. مارتن ماجد. مارتن ايه مالك مارتن يا مارتن؟ خايف، خايف جدا، خايف. يلا روح اقف جنب انكل مايكل. والاسم التاني جرجس ميشيل. اهلا اهلا جرجس. مارتن مع جرجس هنا. تحدي جبار ده يا عم بشاره، تحدي جبابره. بس سؤال السرعه زي ما بنقول دايما، سؤال السرعه ملوش كبير، هو سؤال بسيط وسهل، الاسرع فيه هو اللي بيجاوب، مش لازم يكون حد الشاطر او الاشطر، لكن ممكن سؤال سريع يبقى من نصيب الحد الاشطر في السرعه. السؤال بيقول: ما هي الدوله المش مشهوره جدا بزراعه البن؟ هي سويسرا ولا البرازيل ولا المانيا؟ المانيا. المانيا. عندك اجابه؟ سويسرا. سويسرا. سويسرا والمانيا الاجابتين بتوعنا، والاجابتين غلط لان هي البرازيل. سؤال تاني، ولا فرصه اخيره. ولا المانيا طبعا معروفه جدا بزراعه البن، هي دوله البرازيل. طيب اسم تاني بيقول: ما اسم رئيس جمهوريه مصر العربيه؟ السيسي. اللي في عهده كانت حرب 1973 كانت السادات. السادات يجاوب مظبوط. برافو جرجس. الاجابات مظبوط طبعا. اقعد يا جرجس. معلش معلش هارد لك. محمد انور السادات. مبروك جاوبت سؤال السرعه ومن قبل ما تعرف الاختيارات، وده بيؤكد انك ولد شاطر وذكي. انت عندك كام سنه؟ 12. 12 سنه هايل خالص. سنه كام؟ سته. سته. يلا شهاده بقى.
خلي بالك. يلا بسرعة مع أنكل مايكل اختار رقم مجموعة. جرجس أهلا بيك، فرح بيك قوي، وبقول لك مبروك، أنت قعدت على كرسي المسابقة. جرجس قول لنا بقى، بتلعب حاجة؟ عندك أي هوايات؟ عندي الرسم وعندي رسم. جميل، فنان، فنان يا عم بشارة. بيعمل إيه؟ رسم. الله الله، حاجة جميلة. لو كسبت تعمل لي صورة، ترسمني بورتريه بجد. ارسم لنا حاجة بقى للبرنامج بتاع عم بشارة كمان، ونحطها يبقى عندنا تابلو كده من جرجس هدية، صح يا جرجس؟ طيب بتعمل إيه تاني؟ بتعمل رياضة؟ كرة قدم. يعني لعيب، فنان لعيب. لعيب فنان. جرجس، طب أنت جاهز بقى للمسابقات والأسئلة والحاجات الصعبة دي ولا لأ؟ ولا أنت رياضي أكتر؟ جاهز. جاهز، عظيم جدا. أنت عارف عندنا كام مجموعة؟ عندنا 12 مجموعة يا جرجس. مجموعة رقم واحد عنده خدها، لكن عندنا من أول اثنين لغاية 12. اختار لنا أي رقم. 12. رقم تحفة. كام؟ 12. بحبه قوي. يا فاكر يا عم بشارة الرقم ده؟ الأرقام اللي هي بتاعت المجموعات. حلوة قوي رقم 12 ده، مجموعة حلوة جدا اختارها لنا جرجس، وهنشوف المجموعة دي فيها كام سؤال. فيها كام سؤال يا ولاد؟ مين عارف؟ خمسة. خمس أسئلة. وكل سؤال بيسأله لنا واحد من صحابنا. الأول مين بيسأله لنا؟ سمكة. تاني؟ أرنب. تالت؟ القرد. رابع؟ زرافة. خامس؟ الأرنب. برافو يا جرجس، يبقى احنا كده خلصنا المجموعة، كسبت معانا وكده عم بشارة يديك هدية. نبتدي المجموعة بتاعتنا بسؤال السمكة. يلا نشوف السمكة تسأل جرجس أول سؤال، تقول له إيه؟ فيكون كشجرة إيه عند مجاري المياه؟ موجودة، مزروعة، مغروسة. والوقت ابتدى يا جرجس. جرجس السؤال الأول بيكون آية من كاملة. السؤال بيقول فيكون كشجرة النقط عند مجاري المياه. فيكون كشجرة موجودة ولا مزروعة ولا مغروسة عند مجاري المياه؟ مغروسة. مغروسة، مزمور ده، مزمور واحد وآية ثلاثة. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. تعالوا نسقف جامد قوي 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 جرجس. إجابة مظبوطة. برافو عليك. طبعا يتكلم على الشخص الصح اللي بيمشي بطريق مستقيم، بيكون كالشجرة المغروسة عند مجاري المياه. نكمل ونشوف السؤال التاني بتاعنا. سؤال تاني قلنا مين بيسأله؟ الأرنب. اسمه ايه؟ الأرنب. الأرنب، إجماع الأرنب. نشوف بسرعة الأرنب يقول لجرجس ايه. ايه هو الاسم اللي معناه من الرب سألت؟ صموئيل، هابيل، يعقوب. والوقت ابتدى. اسم ثلاث اسماء دول معناه من الرب سألت، هو صموئيل ولا هابيل ولا يعقوب اللي معناه من الرب سألت؟ صعب ده، مش هشوف بقى الأرنب بيخدعنا بيجيب لنا سؤال صعب. معنى اسم والأسماء لازم نكون عارفين الفكر بتاعها ايه او الاسم جاي منين. صموئيل. صموئيل معناه من الرب سألت. متأكد؟ مش متأكد او مش واثق؟ اخر واحده. صموئيل، هابيل، يعقوب. يعقوب. لا هابيل. اخر صموئيل. اخر اجابه. قلت ثلاث اجابات آخر إجابة. لكن قلت صموئيل. يا جرجس اجابتك الاخيره هي صموئيل. صموئيل معناه من الرب سالت. اتلخبطت انت جامد في السؤال ده، بس الاجابه اجابه مظبوطه طبعا. تعالى سعد جامد قوي جرجس. لخبطك كده، لخبطت انت. معاني الاسماء ممكن نكون مش عارفينها، بنتعلمها مع بعض. صموئيل النبي معناه من الرب سالت، وتعلمناها النهارده وعرفناها كل ما كانوش عارفينها. حتى جرجس كان متردد فيها، بس جاوبها صح. بشكرك جدا يا جرجس ان انت استقريت في الاخر عليها، كان نفسي تستقر عليها وما تتلخبطش، بس لازم نلخبطك برضه. هايل. دلوقتي سؤالنا سؤال الثالث اللي هو سؤال القرد. القرد ده بيلخبط لوحده، مش محتاج ان انا لخبطك. ها تعال نشوف القرد يسالك ويقول لك ايه يا جرجس. أخذتها هي وطفلها إلى الأرض المبارك شعبها حيث الأمان، فمن أنا؟ أم موسى؟ يوسف النجار؟ إسحاق البار؟ والوقت ابتدى. السؤال بيقول أخذتها هي وطفلها إلى أرض المبارك شعبها حيث الأمان، من أنا؟ أم موسى ولا يوسف النجار ولا إسحاق البار؟ يوسف النجار. يوسف النجار. يعني القرد ما لخبطكش؟ مش متردد خالص بين حد تاني خالص؟ مش ام موسى مثلا؟ اخذتها هي وطفلها
طبعا هي العذراء مريم وابنها ربنا يسوع المسيح. اجابتك مظبوطه. تعالى نسال في جنس جامد جدا. برافو عليك، اجابه صح طبعا. ماشي كويس قوي جرجي. اه لا هايل، جاوب معانا ثلاث اسئله وحتى السؤال اللي بيلخبط على القرد الشقي ده لكن جاوبه لنا صح. يلا نشوف بقى سؤالنا الرابع. دخلنا بقى ايه في المرحله الشائكه الصعبه دي اللي في الاخر، صح يا جرجس؟ فاضلنا اخر سؤالين. سؤالنا الرابع هو سؤال الزرافه. زرافه طويله خالص، والسؤال اللي قبل الاخير. تعال نشوف الزرافه تسالك تقول لك ايه يا جرجس، ركز كويس. مين يعرف اسم الدوله اللي عاصمتها دمشق؟ العراق ولا الأردن ولا سوريا؟ والوقت ابتدى. السؤال بيتكلم على عواصم الدول، طبعا حتة فيها جغرافيا شوية. ما اسم الدولة اللي عاصمتها دمشق؟ العراق، الأردن، سوريا؟ سوريا. سوريا. العراق. العراق. مين يزود؟ ممكن تاني. الدولة اللي عاصمتها دمشق، عندنا الاختيارات بتقول العراق، أردن، سوريا. سوريا. آخر كلام. لا العراق. عراق، أردن، سوريا. إجابة أخيرة. أنت متردد جدا من العراق وسوريا. قلت كي قلت سوريا إيه؟ آخر إجابة. سوريا. سوريا. الوقت خلص على سوريا. وقتنا خلص وقال سوريا، مع إنه كان قال العراق في النص يا عم بشار. بس في الآخر قال سوريا، ناخد آخر إجابة. قال سوريا. طيب قال سوريا والإجابة هي سوريا. إجابة مظبوطة. تعالوا سوريا يا جماعة. إجابة صح. هاي الجرجس قال لنا سوريا مع إنه كان متردد كتير، بس أنا شايف إن الجرجس متردد لكن في الآخر بيميل الإجابة المظبوطة. نتعلم مع بعض كلنا إن سوريا هي عاصمتها دمشق. حلو خالص. وصلنا دلوقتي مع جرجس لآخر سؤال في المجموعة، سؤال أسد ملك ال غابة. يلا نشوف الأسد. آخر سؤال في المجموعة الأولى اللي اختار لنا جرجس النهاردة، أو مجموعة 12 أنا آسف، اللي اختار لنا جرجس النهاردة. آخر سؤال فيها هيكون إيه الأسد؟ ما هو رقم إصحاح الراعي الصالح زائد عدد إصحاحات رسالة يهوذا؟ يطلعوا كام؟ 11 ولا 12 ولا 13؟ والوقت ابتدى. 11. 11 كده على طول؟ قال لنا اجابه سريعه جدا، وهنا بنخاف الاجابات السريعه. السؤال بيقول ما هو رقم اصحاح الراعي الصالح زائد عدد اصحاحات رساله يهوذا؟ رساله يهوذا كام اصحاح؟ وكمان اصحاح الراعي الصالح هو اصحاح رقم كام؟ قال لنا 11 جرجس، وهو واثق كده من اجابته قوي. نحسب ونشوف لان السرعه ساعات بتلخبط يا عم بشاره. طبعا قلق الموضوع ده. ماشي. اصحاح الراعي الصالح هو اصحاح رقم 10 في انجيل يوحنا، وكمان رساله يهوذا هي كام اصحاح؟ واحد. يبقى 11. 11 اجابه مظبوطه. انا كده منبسط. انبسطت طبعا يا عم بشاره، ونديله هديه لو سمحت. نشكره جدا ونشجعه وياخد هديه. جرجس برافو عليه، طبعا يستحقها. جاوب خمس اسئله، والحقيقه اسئله مش كلها سهله، كان متردد في اسئله كتير، لكن في الاخر اجاباته كلها كانت هايله وصح ومظبوطه. بشكرك جدا يا جرجس، برافو عليك، شاطر. حبايبي الحلوين، هنطلع فاصل صغير نعرف فيه معلومه جديده في جمله مفيده ونرجع تاني. استنوا هنا، رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. عم بشارة موجود ما مشيش، كلها كام ثانية وراجعين. أورنج، أصفر، لبني، أزرق، موف، أخضر. أزرق وأحمر وأصفر وبرتقاني وبامبا وموف وأخضر. أحمر وبنفسجي وبرتقاني وأزرق وأخضر. أحمر وأورنج وأخضر وأزرق وسماوي وأزرق.
واصفر احمر واصفر وبرتقاني وبينك وموف احمر واصفر وبني ونسفجي وبرتقاني. حبايبي من الفاصل اللي كنا بنتعرف فيه على معلومة جديدة، والمعلومة كانت بتسأل عن ألوان قوس قزح أو بنسميه أحيانا قوس المطر. كلنا عارفين إن قوس قزح ده عبارة عن قوس كده كبير بيظهر في السماء دايما بعد المطر وخلال مرور ضوء الشمس من خلال الأمطار أو ذرات المياه المعلقة في الجو، وبيتكون من ألوان كتيرة. مايكل عارفها؟ تدرج ألوان جميل جدا يا عم شارة، بنشوف في السماء بنفرح جدا بيه. ألوانها بتتدرج من الأحمر لغاية البنفسجي، أول ثلاث ألوان أحمر برتقاني وأصفر، صح كده يا عم شارة؟ منهم الأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، شكله بيبقى جميل قوي. دي كانت معلومتنا عن قوس قزح. انا شخصيا بفرح جدا لما بشوفها مش عارف. ريمبو يعني، ببقى مستني كده المطره تيجي في وقت الصبح عشان نعرف نشوف دايما المطره. حتى يمكن في بلاد البرد والساقعه تلاقي المطره اكتر بتكون بالليل في الوقت البرد، لكن الصبح بتبقى جميله جدا مع الشمس والجو الحلو في مطره كده، بتفرح قوي. ومنظر الريمبو في السماء او القوس قزح ده بيبقى جميل جدا. يلا نشوف عندنا مين تاني. عندنا اتنين تاني هيتسابقوا في سؤال السرعه. الاسم الاول فيرينا عوض. فيرينا اهلا بيكي، خدي المايك وقفي جنب انكل مايكل. الاسم الثاني انكل مايكل يوستينا ممدوح. يوستينا اهلا بيكي، اتفضلي خليكي جنبي هنا. يوستينا وفيرينا الاثنين شكلهم شطار خالص، لكن احنا بنقول دايما نتقدم لقدام نتقدم لقدام. يلا كلنا نتقدم لقدام ونبص في كاميراتنا كده بثقة ونشوف هنعرف نجاوب السؤال ده صح ولا غلط. سؤال السرعة، نقول سؤال سهل عايز سرعة وعايز ناس مركزة قوي. السؤال بيقول اسم أشهر طبيب قلب عالمي. مجدي يعقوب. لسه ما قلناش اختيارات، لكن طبعا كانت فيرينا أزرع. معلش بسرعة فيرينا تكسب معانا، تيجي الفرصة مرة تانية. معلش هتيجي تاني، ما تقلقيش هتيجي تاني. أنا شايف إن كلهم بينبسطوا قوي نفسهم يكسبوا. معلش نتعرف عليك. فيرينا عوض. أهلا يا فيرينا. عندك كام سنة بقى؟ عندي 12 سنة. هايل خالص. بصي أنا اتبسطت قوي إنك جاوبتي سؤال السرعة قبل ما تسمعي الاختيارات، وده معناه إن عندك معلومات جميلة خالص، وده يحسسني كده إنك ناوية تفرحيني وتكسبي. هتكسبي؟ إن شاء الله. طيب يلا مع أنكل المايك. فيرينا أهلا بيكي. طبعا حاجة تفرح إن احنا نبقى عارفين الإجابة قبل حتى ما يبقى عندنا فعلا اختيارات، حاجة جميلة، معلومة واثقين منها ومعلومة عامة حاضرة في ذهننا. يلا نكمل بقى ونخش على المسابقة بقى والكلام المهم. هاي فيرينا جاهزة للحاجات الأصعب؟ جاهزة. عندنا أسئلة كتير، عندنا مجاميع كتير جدا من الأسئلة، هتختار لنا رقم مجموعة. عندنا كام مجموعة يا فيرينا كلهم؟ 12 مجموعة. 12 مجموعة يا فيرينا، بس في واحد و12 تجمع، يعني الأول والأخير، بس كل اللي في النص موجود من أول رقم 2 لغاية رقم 11، تختار رقم كام؟ 3. حلو خالص. رقم 3 ده من الأرقام اللطيفة جدا، أنا بحبه جدا. فاكر يا عم بشارة أنت كنت من ال قال لك كل شيء بالثالوث يكمل. عظيم جدا. مجموعة رقم 3 اللي اختارتها لنا فيرينا، هنشوف أسئلتها إيه. أول سؤال مين بيسأله لنا فيرينا؟ سمكة. سريعة قوي السمكة دي. تعالي نشوف سؤالها السريع لينا يكون إيه. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا يفرحنا يرحمنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. والوقت ابتدى. يحفظنا. السؤال بيقول طبعا آية بنكملها، أو هنا مش آية، هنا بنتكلم على صلاة الشكر. بيقول هو أيضا فلنسأله أن
يحفظنا يفرحنا يرحمنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. قلتي يحفظنا. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. طبعا صلاة الشكر محفوظة جدا وفيرينا جاوبت لنا إجابة مظبوطة. نسأل في فيرينا يحفظنا طبعا إجابة. فيرينا بداية موفقة وبداية نقول حماسية كده فيها دفعة حلوة ونشوف سؤالنا التاني يكون إيه. سؤالنا التاني مين بيسأله؟ الأرنب. أرنب. تعالوا نشوف الأرنب سؤاله التاني فيرينا يبقى إيه. في مكان من الأماكن دي العائلة المقدسة ما زارتهوش، إيه هو؟ المعادي، مسترد، شبرا. والوقت ابتدى. العائلة المقدسة زارت أرض مصر، ها؟ لكن تحديدا كمان جوه القاهرة لفوا في مناطق كتير. شبرا. بنقول في مكان ما زارتهاش العائلة المقدسة، كان المعادي ولا مسترد ولا شبرا؟ شبرا. شبرا. متأكدة يا فيرينا؟ متأكدة قوي شبرا ما زارتهاش العائلة المقدسة؟ لكن زارت المعادي وزارت مسترد. مترددة ولا متأكدة؟ لا متأكدة. متأكدة. شبرا مكان العائلة المقدسة ما زارتهاش. إجابة مظبوطة. تعالوا نسقف قوي كده. برافو. ذاكره كويس فيرينا واثقه من اجاباتها ولغايه دلوقتي في ثقه جميله. هنكمل بالثقه دي يا فيرينا ان شاء الله. هنكمل بالثقه. يلا نشوف سؤالنا الثالث. الشقي بتاعنا اسمه قرد. قرد. يلا نشوف الشقي بتاعنا يسال سؤال يقول ايه. في اي مكان راى يوحنا الحبيب رؤياه؟ جبل الجلجثة، جزيره باتموس، نهر الاردن. جزيره باتموس. انا لسه ما رفعتش الساعه يا مايك. انا مش عارف اقول ايه. طبعا هي قالت جزيره باتموس هو المكان اللي راى فيه يوحنا الحبيب رؤيته. جزيره باتموس طبعا اجابه مظبوطه مش محتاجه تفكير. تعالوا نشوف. جامد جدا جدا. هاي لفيرينا جاوبتي معانا ثلاث اسئله لكن فاضل ايه؟ سؤالين. سؤال الطويل الزرافه وسؤال شرس اسد. اسد. يلا نشوف سؤال الزرافة الطويل الأول نشوف هيقول لفيرينا إيه. نسمع. مين يعرف حاصل ضرب رقم مزمور الرب راعي فلا يعوزني شيء اللي موجود في الكتاب المقدس في 2:46 ولا 44 ولا 42؟ والوقت ابتدى. طيب السؤال ده ليه علاقة ب هنعرف ولا لا المزمور الرب رعايا فلا يعوزني شيء موجود في اصحاح الكام في المزامير. هل هو 22 23 24 هو في الحته دي لان احنا هنضربه في 2 هيدينا 46 ولا 44 ولا 42 فلازم يكون حاجه من الثلاثه دول يا الا 20 هنضربه في 2 يدينا 40 او 21 نضربه في 2 يدينا 42 او 22 نضربه في 2 يدينا 44 46 44 40 42 بسرعه 40 40 لا ما عندناش 40 46 44 42 46 46 قالت في الاول 40 ده معناه ان هي كانت فاكره ان هو رقم 20 وبعد كده قالت 46 يعني معناه هو 23 متردده شويه فيرينا. ها سؤال صعب او مش عارفينه قوي. ها الإجابة الصحيحة هي إن مزمور الرب رعايا فلا يعوزني شيء موجود مزمور ال 23 نضربه في 2 هيدينا 46. إجابة مظبوطة جدا. تعالوا بقى جامد. مبروك مبروك فيرينا. مايكل أنا مش مصدق نفسي. أنت مش مصدق. اتنين اتنين يكسبوا ورا بعض. بس مش متضايق. لا ده انا منبسط جدا. سؤالنا الاخير في مجموعتنا هو سؤال الاسد. بيعمل صوت صعب جدا الاسد ده. مين عارف صوت الاسد نعمله كده؟ نعمل ازاي؟ لو عمل صوته صح هتجاوب السؤال ده صح. بيعمل ازاي صوت الاسد يا فيرين؟ خوفينك كده. خوفي كل اللي موجودين. بتعمل ازاي؟ يلا بصوت عالي. مش هنسال سؤال غير ما انت مش هيطلع هو. يلا يلا. بس هو اسد هو عظيم. أسد حلو خالص. دلوقتي سؤال الاسد اخر سؤال في مجموعتنا اللي بيه يتحدد فيرينا تكسب معانا مجموعه النهارده ولا يا خساره نقول لها هارد لك. يا رب نقول لها
جود لك ونقول لها ألف مبروك. تعالوا نشوف السؤال هيقول لنا إيه. الأسد يطلع يسأل سؤاله. مين هو رئيس روسيا الحالي؟ بوتين ولا أولاند ولا ميركل؟ والوقت ابتدى يا فيرينا، يا ريت نركز. هنا بنتكلم على رؤساء دول، ثلاثة اللي يمكن الافتراض بتاعتنا، لكن في واحد منهم هو رئيس روسيا الحالي. بوتين ولا أولاند ولا ميركل؟ ركزي يا فيرينا. ها؟ عارفين ها، ملناش في القنوات الإخبارية. ركزي يا فيرينا، ركزي كويس. فيرينا معاك 30 سنة. اسم روسي من الثلاثة دول، بوتين ولا هولند ولا ميركل؟ واحد، رقم واحد بوتين. بوتين متأكدة ولا مش قوي يا فيرينا؟ مترددة شوية. فيرينا مترددة تاني، يمكن آخر أسئلة ممكن تبقى صعبة شوية، ممكن تبقى فيها معلومات ما عدتش علينا قوي، لكن هنا بنتكلم على رؤساء الدول. دولة روسيا رئيسها هو فلاديمير بوتين. إجابة مظبوطة بعشرة، جامد قوي قوي. فيرينا شاطرة. كسبت معانا فيرينا النهاردة. عمو بشارة لو سمحت اديها جايزة كبيرة عشان هي شاطرة خالص. أنا مبسط جدا وتاني فايز معانا النهاردة يا مايكل. أنا مبسوط بالحلقة دي قوي، ومبروك يا فيرينا، خليكي قاعدة جنبي منورانا. أنا كان توقعي صح مع فيرينا انها شاطره وهتكسب، عشان كده انا فرحان خالص. عم شاره عندنا ايه دلوقتي؟ عندنا واحد صاحبنا نفسه يجي يحضر معانا المسابقات شويه ويطلع معانا في الحلقه. هو بيحب لحد بيفرح ولا مش بيفرح؟ هو بيفرح جدا. عرفته، شيكو. شيكو يلا شيكو، تعال يا شيكو، تعال يا شيكو، تعال يا شيكو. شيكو جه، شيكو جه، شيكو جه. اهلا شيكو، تعالوا شيكو يا اولاد، تعالوا شيكو. شيكو ازيكو؟ دوشه انت شويه. قلت لي انك عايز تحضر معانا تتفرج على جزء من الحلقه معانا، صح؟ ايوه ايوه، لازم اتفرج. وحشتني يا عمو بشاره. وانت اكتر يا شيكو. وانت كمان يا عمو مايكل، وحشتني كتير. ازيك يا شيكو؟ انت مزعج بس جميل جدا، بحبك قوي. احنا هنحقق لشيكو امنيته، هيقف معانا شويه يتفرج على الحلقه وبيعمل. لا بس من غير ما يعمل دوشه، لاننا هنختار دلوقتي متسابق يتسابق معانا. طب ماشي ماشي، خلاص اتفرج وانت ساكت يا شيكو. حاضر. وتركز مع صديقنا اللي هيتسابق، يمكن تتعلم معلومه حلوه. حاضر حاضر، يلا بينا نختار اتنين يا مايكل. اختار اتنين جداد، يلا بينا. ميرا ملاك. ميرا، تعال سقف ميرا. مرام ميرا. يلا يا ميرا المايك معاكي. الاسم التاني ميري ميشيل. يلا يا ميري، خليك واقفة. يلا انت المايك، سؤال سرعة. طيب عندنا ميرا وميري الاثنين شطار خالص، اهم حاجة نبقى صوتنا عالي في المايك واجابتنا تبقى صح. ماشي يا ميرا، ماشي يا ميري. يلا سؤالنا بيقول مين حافظ جدول الضرب؟ صعب ولا سهل؟ انا حافظه عن كل مره. جدول الضرب بيقول لنا حاصل ضرب 8 في 12. بصوا قدامكم، بصوا قدام الكاميرات. حاصل ضرب 8 في 12 80 ولا 88 ولا 96؟ 98. 96 اجابه مظبوطه. فين؟ عند ميري. قلت 96. برافو 96 ميري. اجابه مظبوطه عند ميري. ميرا جابت مكان تاني، برافو عليك. اهلا يا ميري، مبروك يا حبيبتي. برافو ميري. عندك كام سنة؟ 12. هايل، يا رب يبقى عندك 100 سنة كده. أنت في سنة كام؟ 6. هايل. عندك مواهب؟ إيه؟ رسم. رسم، وادي لوحة تاني هتتعمل لنا يا أنجل مايكل. أخته؟ ده أنتوا عيلة فنية بقى. وأنت أهلاوية زيه؟ زي بعض. يلا عايزين نكسب بقى زي ما أخوكي كسب ونفرح بيك النهاردة. يلا بينا اختاري رقم مجموعة مع أنجل مايكل. ميري جاهزة؟ ميري جاهزة؟ جاهزة، برافو. شيكو جميل بيشجع ميري. يلا يا ميري، عايزينك دلوقتي تخش على المجموعات الكتيرة اللي عندنا وتختار لنا مجموعة. عارفة كم مجموعة عندنا؟ 12 مجموعة يا ميري. 12 مجموعة نزلوا قدامنا على الشاشة، لكن في ثلاث مجموعات تحت. تختار رقم كام؟ شيكو بطلي لعب في الموبايل لو سمحت. انا بلعب في الموبايل. ركزي معانا يا شيكو، احنا بنلعب مسابقه. يلا اختار لنا مجموعه. مين 10؟ مجموعه رقم 10 اختارتها لنا ميري النهارده. مجموعه رقم 10 مليانه اسئله، مليانه اسئله يعني عايزه تركيز، صح يا شيكو؟
ايه؟ عايزة تركيز، مجموعة رقم 10 اسئلة. انا مش فاضي، انا بلعب الموبايل. بص بقى يا ميري، كمل المسابقة. وبعدين يا عم شارة، يعني شيكو مش مركزة معانا وهتتعبنا في المسابقة النهاردة. هي قال، هو قال انه، هو شيكو قال انه عايز يجي يحضر معانا شوية. طب دلوقتي هو عايز يحضر معانا المسابقة ومش مركز معانا ليه؟ مش عارف، مشغول بالموبايل. ليه يا شيكو؟ شيكو طلع لي في الموبايل بقى. عم بشاره، لا لا هو كده غلطان. شيكو انت قلت عايز تحضر معانا شويه في الحلقه وتتفرج على اصحابنا هما بيتسابوا، يبقى نحترمهم ونركز معاهم. خلاص خلاص هشيل الموبايل. ايوه هركز. خلينا نركز بقى مع صديقتنا. يلا نركز مع ميري بقى، ميري الجميله الشاطره. هشيل الموبايل. خلاص يا شيكو. حاضر حاضر. ركز ركز يا شيكو في المسابقه دلوقتي. ميري اخترت لنا مجموعه رقم 10، مجموعه قويه جدا لكن مليانه اسئله، صح؟ فيها كام سؤال يا اولاد؟ خمسة. خمس اسئلة. أول سؤال مين بيسأله؟ سمكة. سمكة، صح يا ميري؟ نركز. أول سؤال بتسألونا السمكة، وده سؤال سهل مش صعب. نركز ونسمع السمكة هتقول لنا إيه. يلا. وفي طريق إيه لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، الأبرار ولا الأشرار ولا الخطاة؟ والوقت ابتدى. السؤال مزمور هنكمله. بيقول وفي طريق نقط لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، ايه النقط مكانها ايه؟ وفي طريق الابرار ولا وفي طريق الاشرار لم يقف، ولا في طريق الخطاة لم يقف؟ ابرار. وفي طريق الابرار لم يقف. لا التالتة. التالتة. طريق الابرار ولا الاشرار ولا الخطاة؟ الخطاة. الخطاة. وفي طريق الخطاة لم يقف، صح كده يا ميري؟ ميري قالت لنا وفي طريق الخطاة لم يقف. على فكره مزمور واحد وآية واحد، اول مزمور خالص يقول وفي طريق الخطاة لم يقف. اجابه مظبوطه. تعالوا نشجع ميري جامد قوي. برافو شيكو وسقف ميري. سؤالنا الاول جاوبته طبعا ميري لينا، صح؟ لسه عندنا اربع اسئله. السؤال الثاني مين بيساله؟ ارنب. ارنب. نسمع الارنب يقول ايه لميري. نسمع يلا. هو جهاز بنستخدمه في تسخين الأكل، إيه هو؟ البراد، المايكرويف، السخان. والوقت ابتدى. جهاز بنستخدمه في تسخين الأكل، تسخين الطعام. مايكرويف. هو البراد، المايكرويف، السخان. مايكرويف. مايكرويف. مايكرويف ده جهاز بنستعمله عشان نسخن الأكل بتاعنا؟ طبعًا صح. إجابة مظبوطة. الآن سقف قوي قوي قوي. ميري شاطرة جدًا، إجابة مظبوطة. جاوبنا سؤالين لكن لسه عندنا كام سؤال؟ ثلاثة. تعال نسمع القرد هيقول ايه الميري. نسمع. من هي النبية التي كانت لا تفارق الهيكل ووقفت تسبح الرب وتكلمت عنه؟ حنة والدة صمويل النبي، حنة بنت فانوئيل، حنة والدة القديسة العذراء مريم. والوقت ابتدى. بنتكلم على شخصية، والشخصية دي لم الأولاد تفارق الهيكل ووقفت تسبح الرب وتكلمت عنه. كانت حنة والدة صمويل النبي، ولا حنة بنت فينوئيل، ولا حنة والدة القديسة العذراء مريم؟ صعب ده. الثانية. هي حنة، كلهم حنة، ها؟ بس هي حنة والدة صمويل النبي، ولا حنة بنت فينوئيل؟ الثانية. ولا حنة والدة القديسة العذراء مريم؟ الثانية. الثانية، حنة بنت فينوئيل. إجابتها دي إجابة موجودة في لوقا 2 آية 36 تحديدا، يقول إن هي حنة بنت فينوئيل. إجابة مظبوطة. تعالوا نسأل جامد جدا لميري. شاطرة يا ميري خالص. فاضل لنا سؤالين ونخلص الفقرة بتاعتنا وتقول لنا تكسبي ولا لا. شيكو قلنا نركز جدا ونخلي ميري تركز في هدوء. انا مش فاضي، انا بلعب الجيمز بتاعي. هنشوف موضوع الجيمز ده، بس خلينا نكمل مع ميري. دلوقتي عندنا السؤال الرابع، مين بيساله؟ زرافه. زرافه طويله قوي، ها؟ تعالوا نشوف الزرافه تسال ميري السؤال الرابع تقولها ايه. مين يعرف اسم الطائر اللي بيصطاد الحشرات وبيطلق عليه صديق الفلاح؟ ابو قردان ولا الغراب ولا النعامة؟ والوقت ابتدى. أبو قردان. أبو قردان. الغراب، النعامة،
طائر بيصطاد الحشرات بيطلق عليه صديق الفلاح. ابو اردان متاكده يا ميري؟ واضح ان انت المره دي قلتي اجابه بسرعه جدا متاكده منها صح؟ اجابتك ابو اردان واجابه مظبوطه طبعا. شيكو بيهيص لميري مع اني مش عارف هو كان مركز معاه ولا لا. فاضل لنا سؤال واحد يا ميري، لو جاوبتيه تكسبي مجموعتنا النهارده، لو خسرتيه نقول لك هارد لك. سؤالنا الاخير ليك يا ميري النهارده هو سؤال شرس بتاعنا، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ أسد. اخر سؤال لميري النهارده هيكون سؤال الاسد، والتحدي الاخير اللي هنتحداه لها. كل الاسئله كان فيها تحدي لكن ده اخر سؤال، اخر تحدي لميري. جاهزه ليه؟ جاهزه. جاهزه قوي؟ جاهزه. نسمع كده ونشوف الاسد هيقول لنا ايه؟ يلا نسمعه ونعرف نجاوب على اجابته ان شاء الله. كم عدد نصف 70 برتقالة في 3؟ يطلعوا كام؟ 105 ولا 90 ولا 70؟ والوقت ابتدى. سؤال سهل مش صعب، اه في الحساب اه محتاج تركيز بس هو مش صعب. بنتكلم على 70 برتقالة، نصهم كام؟ 70 نصها كام؟ بسرعة بسرعة. أولى؟ نص برتقانة. 70 برتقانة نصهم كام؟ الإجابة الأولى. كم عدد نصف 70 برتقانة في 3؟ الإجابة الأولى. الأولى 105. حسبتي بسرعة يا ميري ولا حسبتيش قوي؟ مش حاسبة قوي كده، قلتيها يعني كده إحنا حظنا صح؟ 105 90 70، قلتي 105. إجابة أخيرة. إجابة أخيرة كانت من ميري 105. 70 برتقانة نصهم كام؟ طبعاً ال 70 نصها 35. 35 هنضربها في 3 هتديني 105. إجابة صح. تعالوا نسأل جامد ميري. شاطرة إجابتها مظبوطة، بتشكرك جدا يا ميري. الفائز الثاني معانا النهاردة ميري، ألف مبروك. النهاردة برافو عليك يا ميري، كانت ثالث متسابقة تكسب معانا عمشارة. شاطرة جدا ميري، بنشكرك جدا يا ميري، ألف ألف مبروك كسبتي معانا. وطبعا أسئلة ممكن يكون فيها صعب وسهل، حلو ساعات نختار، حلو برضو ساعات ممكن نبقى مترددين نخمن إجابة، نتعلم في الآخر الإجابة المضبوطة والمعلومة بتاعتنا النهاردة. بنشكرك يا ميري مرة تانية، بنشكر كل كمان الناس اللي فازوا معانا يا عمشارة. بس تعرف يا مايكل؟ إيه يا عمشارة؟ أنا ندمان على حاجة عملتها. إيه يا عمشارة؟ ان جبت شيكو يحضر معانا الحلقه. بص بيعمل ايه شيكو؟ مين كسب يا شيكو؟ مش نحترم اصحابنا اللي بيتسابقوا معانا يا شيكو؟ نعم. مش نحترم اصحابنا اللي بنتفرج عليهم ونسمعهم، ولا نقف نلعب في الموبايل وما نركزش في اللي بيقولوه اصحابنا؟ انا عندي جيمز، عندي جيمز يا عم. يا شيكو ما انت ممكن تتعلم معلومه هنا، امال جاي ليه؟ عارف عارف انا هقول لك سر كبير. كبير قد ايه؟ كبير قد كده. قد كده ايه هو بقى؟ رحت لقداس المره اللي فاتت واخدت الموبايل ولعب كيمس كيمس طول القداس، وابونا عمال يتكلم يتكلم، وكنت بلعب مع اصحابي كده اهو. انتوا اصحابي مش بتلعبوا معايا كده؟ لا انا مش مصدق اللي بسمعه ده يا شيخ. في القداس في القداس وابونا يتكلم يتكلم، وانا العب بقى في الجيمز والفيسبوك. شفت تس؟ شفت كده؟ انا لو مكان ابونا اطلعك بره الكنيسه تس، لانه حرام نعمل كده. الله كمان. لا 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 شيكو، الموبايل ما اتعملش عشان كده. شفت اصحابي كلهم بيعملوا كده في القداس، بيطلعوا الموبايل ويلعبوا في الفيسبوك. لا اللي هيعمل كده منهم، اللي هيعمل كده منهم انا هزعل منه. لا بيعملوا كده يا عم. لا ما نعملش كده تاني يا اولاد. الموبايل كده يا اصحابي. شيكو كله بيلعب في الموبايل كده في القداس. اقول حاجه؟ هو انا اللي انا بعمله ده غلط؟ طبعا. ايه ده؟ يعني انا وانا في القداس وكمان هي بتتكلم انا كنت بلعب جيم؟ غلط غلط، نركز في اللي حاصل. ده جمزة كبير قوي، حلو قوي، هيعجبك. ممكن اقول حاجه؟ بلا جمزة بلا انت غلطان يا شيكو النهارده، انا زعلان منك. انا اسف. سي سوري. سوري كمان. سوري سوري بس كده يا اولاد. الموبايل ما اتعملش علشان نقعد نلعب فيه طول الوقت كده، وبالذات كمان في الكنيسه او في القداس. امال رايحين القداس ليه؟ مش عشان نسمع كلمه ربنا ونحترم الجسد والدم المقدسين اللي هنتناول منهم؟ علمت يا شيكو؟ انا اسف. جزاء ليك بقى، روح اقعد هناك بعيد. طب اصحابي مش يزعلوا مني؟ بس قولوا له خلاص مسامحينك مسامحينك. طب سقفه جامد بقى، جامد زي بعض. ما تعملش كده تاني. مش هعمل كده تاني. يلا بقى وشيل الموبايل ده. خلاص هسيله. يا رب رصيدك يخلص والباقه تخلص.
خلاص انا اسف مش هعمل كده تاني. يلا باي باي يا شيكو. باي يا عمو. باي يا شيكو. باي 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 شيكو. باي باي مايكل. عندي مشكلة بقى في موضوع الموبايل ده يا عم بشارة. انك مش بس كمان الشخص اللي بيقعد يلعب في الموبايل هو اللي بيشتت نفسه وبيبقى مش مركز مع الحاجة اللي بتحصل سواء في القداس والكنيسة والصلاة، بس حتى الناس اللي حواليك كتير ممكن يتشتتوا. يبقوا مش مركزين كده ومش عارفين يركزوا منك عشان انت الموبايل بتاعك بيرن ويعمل مسج رنت مسج كده كل شويه تيجي وحاجات زي كده. الموبايل والنت بالذات بيسرق وقت كتير قوي ممكن نستفيد منه في حاجات مفيده. صح. انا اعرف ولاد ممكن يقعدوا بالعشر ساعات ماسكين الموبايل حتى الاكل ما بياكلوش. ينفع كده؟ لا ما ينفعش طبعا يا مشوار. يلا مايكل احنا شيكو ضيع مننا وقت كتير والحلقه تقريبا قربت تخلص، بس احنا لازم قبل ما نقفل الحلقه نعرف النهارده مين اللي فازوا معانا. يلا قول لنا يا عم بشاره. هنقول بقى احنا حلقتنا كانت اللي فازوا معانا النهارده مين. حلقتنا النهارده كانت حماسيه جدا وكان فيها اصحاب كتير شطار، لكن اللي كسبوا معانا جرجس فيرينا وميري. الف مبروك لجرجس وميري وفيرينا، وارد الاكل اللي ما كسبوش معانا، والفرصه لسه متاحه ليكوا في البيت لو جاوبتوا على سؤال حلقه النهارده. والسؤال بيقول ايه اللي حصل للست الارمله لما دخلت تعمل فطيره لإيليا النبي. اعرفوا إجابة السؤال وابعتوها لنا على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة، وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج عمو بشارة على الهواء. مايكل احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الوقت بيجري بسرعة، لكن كل اصحابنا متعودين دايما كده في حلقاتنا عمو بشارة بيفرح كل اصحابنا بالهدايا، ناخد كلنا هدايا من عمو بشارة. يلا باي باي. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. لا يحفي ماشي شوية يا عم بشارة، استنوني المرة الجاية. باي يا حبايب عمو بشارة. لسه بدري يا عم.